الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما يتعلق بجنازة الكافر ابتداء، هل يجوز اتباعها أم لا؟ فيرى جمهور العلماء جواز اتباع جنازة الكافر، ومن مستدلهم لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواريه. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن شخصا كانت أمه نصرانية أو يهودية فأمره بمثل ذلك. فاتباع جنازة الكافر ما لم ترتكب محظورا جائز.